استأذنك بس يا فندم، ممكن بس الحساب عشان احنا لاست. ايه؟ حاسبني بس عشان احنا لاست. بص انا طالب طبق بطاطس ولسه باكل يعني. ماشي بس لا يعني احنا بنلصق بس، انا نفس الشيفت بتاعي بيلصق، فانا لازم احاسبك الاول بس قبل ما الصق بس الشيفت بتاعي. انت خلينا نخلص يا باشا. كل براحتك يا باشا، ما تدفع براحتك، انا مال الحساب. انت اخدت ايه؟ طبق بطاطس بالسوس صح؟ بس طب 7000 جنيه بعد اذنك. سبع ايه؟ 7000 جنيه. سبع ايه بابا؟ 7000 جنيه. 7000 جنيه ايه يا عم؟ بطاطس ذهب ايه؟ هتهدى بس يا استاذ، الله يبارك لك. جايب ذهب؟ طب لا كلمني باسلوب احسن من كده، انا بتكلم معاك. ايه اللي شويه بطاطس ب 7000 جنيه؟ بقول لك 7000 جنيه ده انت حضرتك كاتب شاورما لحمه زي الاستاذ اللي جنب ده. الله يبارك يعني استاذنك، مالكش دعوه باي ضيف موجود عندنا بعد اذنك. بطاطس ب 7000 جنيه؟ انت مش موضوع، انا بتكلم بجد. بتكلم بجد في ايه؟ يا استاذ حاسبني، الله يبارك لك يا عم. انا بكلمك اقول لك يعني هي عافيه يعني هي عافيه يعني هي عافيه وهاكل ومش هحاسب. هو ايه على شويه بطاطس يا استاذ؟ الله يبارك لك، بكلمك باسلوب كويس لغايه دلوقتي، ما تخلينيش اقل ادبي. انا بتكلم معاك يا عم، انا بكلمك دي عشان انا بلطف. ليه يا عم؟ واكل ايه سنه ولا واكل مندي؟ انت بتزعق ليه؟ طب انا مش فاهم انت جاي معاك بايه. انت جاي معاك يعني انت مش هتدفع؟ هدفع. هو حجاج يا حجاج، الله يبارك لك. بس تعالى شوف الاستاذ ده، انا لغايه دلوقتي ما بقتش فاهم حاجه. ايه يا عم بيتبلطج عليا، بيقول لي مش هدفع ومش عارف ايه ومش عارف، شايف نفسه حجاج اتصرف مع الجثه دي. حجاج في ايه يا حجاج؟ بس الله يبارك لك. بس استاذنك بس يا فندم، الحساب ممكن الشيك؟ ايه ممكن الشيك؟ حاضر اخش اجيب لحضرتك الشيك واجي. طيب طب دقيقه واحده بس، هجيب لحضرتك الشيك وجاي. ماشي، عايزين نحطه هنا عبره عشان خاطر. خد 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 والله العظيم احنا بنهزر معاكم، كل ده مقلب، مفيش اصلا الارقام دي. دول ممثلين، كلنا ممثلين اصلا. يا عم ايه ده؟ استنى يا نهار ابيض، انت ما شاء الله عليك. استاذنك ممكن نبيع؟ وهي كده كده الاكل اللي انت عايزه كله جبت من مكان اصلا، احنا بنهزر. طب ندي اوكي ونقول بيع؟ بيع. مساء الخير. مساء الجبنه عليك، قفلتك ومسكت ايديك. حبيبي. لا احنا بس انا عشان كنت بحب ادي حبه فاني كده، انت فاهم؟ لا ولا يعني امور. ايه ممكن واحده بسطه وواحد شاورما لحمه؟ واحد بسطه وواحد شاورما لحمه. تمام. عندي فكره حلوه، اسمه في عرض كومبو. عرض كومبو ايه؟ عباره عن ايه؟ ده بيبقى تيست مثلا من البسطه، مش تيست يعني، هي نفسها البسطه بس اصغر شويه. تمام. وشاورما لحمه، شاورما فراخ، في شاورما كبده، في شاورما صدق، في بص عن تشكيلات كبيره قوي، هي كدعايه احنا بنعملها. دي بدل ما انت بقى هتاخد يعني سندوتش شاورما لحمه وبسطه ب 170، انت هتاخد ده كله ومعاه كمان واحده بيك تيست، انت يعني في شويه حبشكنات كده ب 200 جنيه، اسمه عرض الكومبو. حدث ولا حركه، استفيد من العرض ومش هتخسر حاجه، يعني 30 جنيه زياده. ماشي مفيش مشكله. تخسر حاجه؟ لا مش هتخسر حاجه، واكل صحابك معاك. انا كل واحد يا حضرتك. انت ماشي وهتلاقي فيه زياده، يعني ممكن تاخدهم معاك البيت، ممكن تعطف بيه، ممكن تعمل ثواب اي حاجه، بس عرض الكومبو انا شايفه احسن بكتير. تمام مش اتفضل. 200 جنيه. تمام معلش، هات ال 200 التانية دي، امسك دي، خد دي، خد دي، ما عجبتنيش. تمام زي ما انت، بس دقيقة وعرض الكومبو هيكون معاك ان شاء الله. طب استاذنك اقف بره؟ لا ما توقفش، هو بص عشان بره انت زي ما انت شايف الصالة يعني لاست اوردر عندي يعني كله بص مليان، فخليك معايا هنا اهوت، ودقيقة خليك دقيقة هنا معايا. تمام، ولو حد جه هتيجي على جنب بس انا هبيع له، بس عرض الكومبو ده بالذات لازم تبقى واقف عشان بتاخده على طول. طيب بس استاذنك اشرب سيجارة بدري. ليه لا اتفضل الصراحة. ماشي، انت عايز تشرب ايه دلوقتي؟ عايز تشرب سيجارة. تمام، وعرض الكومبو جهز، عرض الكومبو جهز معاك. ده عرض الكومبو يا استاذ. تمام، ده عرض الكومبو يا فندم. ماشي، انت كنت عايز تشرب سيجارة صح؟ كومبو، عايز سيجارة. بص استنى بس، شوف كده عرض الكومبو، شوف عرض الكومبو. خلاص يا استاذ، ده احلى عرض كومبو. لا بص استنى بس، ريح كده يعني، اهمش نفسك لمده دقيقه، خليك معايا. ده الكومبو، استاذنك بس هات ايدك كده، هات ايدك. عرض الكومبو عشان تستفيد منه لازم تبقى هنا اهوت، وعرض الكومبو بيبقى وراك. تمام، بيبقى واقف وراك كده اهوت. ما تخافش. ايه رايك في عرض الكومبو بتاعنا يا فندم؟ انا عايز اكل. ايوه ما انت هتاكل يا فندم، ده عرض الكومبو، انت هتاكل فيه احلى اكل. طب فين الاكل؟ ايوه ما انت هتاكل علقه، ده عرض الكومبو. نعم. ايوه ده عرض الكومبو، انت بتاكل ضرب، انت بتاكل وراه. اسمع يا عم، بقول لك انا عايز فلوس مش عايز اكل. عرض
اهو زي ما انت شايف ده خلاص ده بيطلع مره واحده مو. والله العظيم مش هعرف اصرفه. طب تعالى كده انا مش هعرف اصرفه. تعالى بس اهو. طب بص هقول لك انا على حاجه يا عم. مش عايز. انت مشكلتك في ايه؟ انت عايز تاكل. لا مش عايز اكل، عايز فلوسي. انت عايز تاكل صح يا عم؟ مش عايز اكل، عايز والله فلوسي. انت كنت جاي جعان. مش جعان يا عم. الكومبو جعان يا عم. والله انا عايز اكل. انت عايز عرض الكومبو؟ عرض الكومبو معايا يا عم. خد انت الكومبو انا مش عايزه. طب اقول لك ما تخلاش عشان ما اقولش للكومبو ياخدك بقى. ما اقول له كده خليني يفرجني. طيب والله العظيم. والله بص خد يا عم. بقول لك خده. اسمع مني. بقول لك ايه؟ هكسرك يا ربنا. مفيش الكلام ده. كومبو الف هنا يا عم. بقول لك والله كسرت بقى كده. تعالى يا عم بقى. تعالى بس اطلع بره يا عم. بقول لك على حاجه يا عم. تعالى بس ايه؟ تعالى بس معاك. مش عايز يا عم. مش عايز خرا. انت مش خايف من الكومبو اللي معاك؟ تعالى بس. انا بصور مقلب. ده مش عرض. لا يا عم انتوا مجانين. ده مش عرض كومبو والله. اديك شايف الكومبو. بص منجمك ازاي. ايه ده؟ استهدى بالله. انتوا مجانين ولا ايه؟ استهدى بالله كومبو. استهدى بالله. خلاص بقى اد مروان بابلو في وشك يابا. اللي انت كنت عايزه. كنت عايز ايه؟ واحد شاورما واحد بصله صح ولا لا؟ اه ماشي. فين هما بقى؟ انا ما حطيتش الفلوس. انا ما حطيتش الفلوس في الدرج. امسك كده الفلوس بتاعتك اهي. واللي انت عايزه شاورما هاب ده فري. حلو. والراجل دوت يا عم ممثل معانا. انا بقول لك شاورما هاب اهو هياكلك. بقول لك بعمل مقلب. بعمل مقلب. انا مقلب. ايه اللي انت سلم عليا كده مسجبنا عليك. قفلتك وسبت ايديك. بص هنا كده ناحيه الكيتشن بهزر معاك. بص خلي بالك عشان هو جعان فعلا. عندك اي مشكله ان احنا نذيع؟ قول بس زي اما حاجه. زي مساء الخير يا فندم. خلصت الاكل ولا لسه حضرتك؟ انت لسه اصلا هتبتدي في الاكل؟ تمام ماشي. لا خد راحتك خلاص. ما تحرقيش معايا كتير خلاص. تمام. مساء الخير يا قمر. خلصتي اكل ولا لسه؟ هو انا مش قلت مره لسه باكل؟ هو الوقت اللي شفتيني قبل كده الاكل هنا طيب. لا انا بشوفك بس خلصتي. لا تمام براحتك عادي. يعني لسه بقول. لا اتفضلي براحتك. بالهنا والشفا. مساء الخير يا فندم. يا رب الخدمه تكون عجبك حضرتك. تقريبا انت خلصتي الاكل صح؟ هو حضرتك جيت ثالث مره برده. باكل برضو. انت لسه بتاكلي اصلا؟ معلش انا مش واخد بالي. معلش حقك عليا. ما اعرفش ان انت بتاكلي صراحه يعني. لا خلاص خلاص انا اسف جدا. ما تحرقيش معايا كتير. انا ما اعرفش ان انت بتاكلي بجد يعني. انا ما خدتش بالي. سوري. خلاص بقى مش هنصاحب بعضينا. سوري كده بقى. اكيد خلصتي اكل. هو انت مش قلتي 100 مره ان انا لسه باكل؟ خلاص انا اسفه. كملي اكل. خلاص سوري. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. انت طولتي قوي في الاكل بقى بصراحه يعني. فاتوين بقى خلي دول عشان. لا استني استني. انت زعلتي ولا ايه؟ استني انا مش قصدي. اقعدي كملي اكلك. انا مش هاجي المكان ده تاني. ايه ده؟ هو انت اتقمصتي؟ لا ده انت. طب اقعدي بقى ما تبقاش قموصه كده. لا اقعدي. طيب بصراحه اقعدي ما تبقيش قموصه كده. مالك؟ وانا مش هاجي هنا تاني. تعالي بس. انت من ورانا رايحه فين؟ استني. انا اسف والله جدا ليكي. تعالي تعالي. انا اسف جدا ليكي. تمام اتفضلي اقعدي. اتفضلي. اسف كمان مره. ده مش هيحصل تاني. ده مش هيحصل تاني. انا اسف. اي حاجه حصلت مش هتحصل تاني. اتفضلي اقعدي. كل الساندوتش براحتك. مفيش اي حاجه. مفيش اي عناصر اي حاجه خالص. تمام. واحنا اسفين كمان مره بس استاذنك. خلصت الاكل ولا لسه؟ برضه انت واحد مستفز بقى. في ايه؟ لا انا بسال بس سؤال. مجرد سؤال بس. عارف المره تسالني ما اسالهوش تاني خلاص. لو بيضايق حضرتك بقى خلاص يا استاذه بجد. وجودك بيطمنا يا استاذه. ما انت بجد اتقمصت؟ طيب ولا في ايه؟ طيب يا استاذه ثواني. يا استاذه بعد اذنك بس. يا استاذ ماسي جدا ليك والله. ده ما تزعليش. بس انت كمان مره شرف ليا ان انا اهزر معاكي. ازاي اختي؟ ما اقصدش اي حاجه. كنا بنهزر. وعامه خلي الفلوس دي معاكي عشان احنا كده كده. انا هقول لك على حاجه. انت هتاكلي الساندوتش ده وهنزل لك ساندوتش ثاني جيفت من المكان ومش هتدفعي فلوس. يعني خلي الفلوس معاكي. واحنا اسفين جدا كمان مره. نورتي المكان. ممكن بقى نستاذنك في حاجه بسيطه؟ ممكن ان احنا نذيع قبل ما تقعدي تاكلي؟ اوكي نذيع.